تبدأ الحلقة 7 من مسلسل لاكاسا دوبابيل بعد انضمام سيرا للبروفيسور، وبيتخبوا سوا عن جيران رئيس الشرطة، والشرطة بتكون محاصرة المبنى وعم تراقب كل المخارج، وبيخبروا رئيس الشرطة انه سيرا معه طفلة، وفتشوا كل البيوت بسرعة. ونفذ عملية كيدج على نطاق 2 كيلومتر، ممنوع حدا يغادر، والشرطة بترن على باب البيت اللي فيه سيرا والبروفيسور، وبياخذ البروفيسور الطفلة وبيهرب هو وسيرا عن طريق حبل من الشباك للشارع. لأول مرة منشوف تعاون بين سيرا والبروفيسور، بس الشرطة بتكون مسكرة الشارع وبيرجعوا بيدخلوا يتخبوا ببيت تاني، وبيرجع الزمن لورا وبيكون البروفيسور مع برلين عم يسألوا كيف بدهم يطلعوا الذهب من البنك على شكل حبيبات، وبرلين بيجاوب سنحول 90 طن من الذهب إلى أرز، وبعدين رح نستخرج الذهب من البنك باستخدام مضخ الضغط. بس البروفيسور برد انه هامش الخطأ كتير كبير بالعملية، وخاصة انه انابيب الصرف الصحي عمره 100 سنة ما رح تستحمل الضغط. اخر شي وين الذهب رح يوصل؟ وبرلين برد لخزان الامطار، وهون البروفيسور بيحكي انه هاي الخطة خطة اطفال، وبرلين بيحكي جملة خطيرة هي لن يفقدني احد الامل، لا انت ولا غيرك، لانه فقط من خلال عدم النضوج المتعمد يستطيع الانسان ان يحقق انجازات عظيمة. وبيرجع المشهد للحاضر، والشبونة مجتمعة مع الفريق وعم يتناقشوا باختفاء البروفيسور وانه انفقدوا الامل باخراج الذهب، بس باليرمو بيرفض وبيأكد على اتمام عملية اخراج الذهب. وريو بيرد اذا كفينا بالعملية ممكن تكون الشرطة عن خزان الامطار عم تنتظرنا، وباليرمو بيرجع بيأكد انه الخطة لازم تضل مثل ما هي، وراكيل بتأيده بالرأي، وباليرمو من فرحته بيتغزل براكيل وبيصرخ سنخرج الذهب من هنا، وبيرجع له الحماس وبيرجع الزمن للماضي، وبنعرف انه باليرمو هو صاحب الخطة وكان كتير متحمس لما وافق البروفيسور على خطته. ولما خبروا برلين انه البروفيسور وافق نزل بنص الليل ليشرح له التفاصيل وكيف رح يسحبوا الذهب مع المي ويضغطوه بالبواري. وبيرجع الزمن للحاضر لعند البروفيسور وسيرا، والشرطة بدها تدخل تفتش البيت، وبيشوفوا حالهم تحاصروا، والحل الوحيد انهم يتخبوا بالكنباية سوا بمشهد رائع ومبدع، البروفيسور وسيرا بنفس الكنباية فوق بعض، وبتدخل الشرطة وبفتشوا البيت وبيكون المكان فاضي، بس وهن طالعين بتبكي الطفلة، وبترجع تدخل الشرطة بس بيشوفوا قطة وبيفكروا الصوت منها، وبيغادروا وبيحطوا لاصق على الباب انه البيت آمن. والبروفيسور وسيرا بيتطلعوا ببعض بنظرات حب، وبيروح المشهد لبوغوتا عم ينقل حبيبات الذهب بالمضخة، وباليرمو بيحكي أيها السادة نحن اليوم نضع بصمتنا على التاريخ العالمي للسرقة، اسرعوا أيها الرجال لندخل التاريخ معا. وبيعبوا الفريق الذهب بالأنابيب، وباليرمو بيشغل المضخة، وبتكون المضخة بحاجة لدقيقة لتضغط الذهب ويوصل على خزان الأمطار اللي بيكون بنجامين وبقية الفريق ناطر الذهب يطلع، وبيعدوا الثواني والأمل عم يضوي من عيونهم، بس بيخلصوا الثواني وما بيطلع شي من الأنابيب، وباليرمو بيحاول ما يفقد الأمل وبصير يحكي مع المضخة، وبيكون الذهب عنده ماله قيمة، بس نجاح العملية هو بمثابة تكريم لبرلين وتخليد لذكرى. والليالي اللي صهروا فيها وهن يحلموا بنجاح أكبر عملية سرقة للذهب بالتاريخ، وبصير يترج الآلي، وبالفعل الذهب كان بحاجة بس لشوية وقت ليوصل. وبتنجح عملية النقل وبيسيطر الفرح على كل الفريق، وبنجامين بياخد الحبيبات وبيبدأ يحولها مع فريقه لسبائك كبيرة، وبيروح المشهد للبروفيسور وسيرا وبيدور بينهم حديث وبيعترف انه خسر قدامه، وبتكون سيرا على وشك الانهيار، بس البروفيسور ما بيسمح لها تنهار وبيضمها للفريق وبيطمنها انه المستقبل رح يكون افضل، وهي بترد وانا كمان ما رح اعتقلك مرة تاني، وبتنام على كتفه. وبيرجع المشهد للفريق مع الرهائن وفريق الاسعاف عم يعالج هلسنكي والقائد ساجستا، وهون بيتطلع القائد على السطح، وبتكون الجندية عم تتسلل ضمن فتحات التهوية وعم تحكي مع الشرطة على اللاسلكي وتاخد تعليمات، وبيكون فريق بنجامين عم يصهر الحبيبات ويصنع سبائك بأجمل طريقة. وبينتقل المشهد لسييرا صحيت من النوم وبتشوف سيرجيو مع موبايل عم يحاول يحكي مع الفريق، بالفعل بيحكي مع بنجامين وبيخبره ما ضل وقت اتصل بالصربيين، وبنجامين برد حكيت معهم من زمان وهن هون عم يحرسوا المحيط الخارجي، والبروفيسور بيتشكروا وبيخبره عندك مهمة تانية. وفورا بنجامين بيحكي مع مارسيليا وبيخبره عنا مهمة وبحاجة لمناشير دوارة وأدوات الحام وأسلحة، وبيروحوا يعملوا حاجز بالشارع، وبيسيطروا على شاحنة لنقل الأوساخ، وبيربطوا شوفير والمعاون، وبيعيدوا تصميم هيكل الشاحنة من جديد ليتناسب مع عملية تهريب البروفيسور،
وبيستعد البروفيسور وسيارة للهروب، وبتفوت الشاحنة على المنطقة المحاصر فيها البروفيسور. بيتخبى البروفيسور وسيارة بسلات الأوساخ، والشاحنة بتفوت وسط كل أفراد الشرطة، وبيحملوا السلات على الشاحنة وبيهربوا البروفيسور وسيارة لجوات الشاحنة بطريقة مدهشة. وهيك عاد العقل المدبر لعملية السطو إلى قيادة اللعبة، ومعه عقل مدبر جديد كمان، والأهم أنه البروفيسور صار مدرك أنه عنصر التشويق اللي صاب خيو برلين وحلمه لتنفيذ العملية انتقل لكل الفريق بالكامل. لما كان مهزوم على الصعيد الفني وخسران على أرض الحلبة، كان الفريق عم يشتغل وينجح، وبيوصل البروفيسور على خزان الأمطار وبيشوف الذهب صار برا، وعملية النقل عم تتم بكل نجاح، والحلم صار حقيقة، والذهب صار سبائك، واللون الأصفر عم يلمع، حتى سيارة بتنصدم، والبروفيسور بيحكي مع باليرمو وبيهنيه على الإنجاز، والبروفيسور بيصرخ من الفرحة، الذهب يخرج، الذهب يخرج، وبتخلص الحلقة بنهاية سعيدة. تقييمي للحلقة 8 من 10، شو رأيكم؟ رح تضل الأمور تحت السيطرة أو لا؟ شاركوني رأيكم بالتعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. كان معكم نوردن، منشوفكم بالحلقة الجاية، يلا سلام.